اهلا بيكم في الشارع الابيض. خلونا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، ولكن بيتكلم عن انت المدرب، من سيعوض غياب زيزو عن مواجهه سموحه في الدوري؟ خلونا كده نشوف اراء جمهورنا كانت ايه على السوشيال ميديا، ونبدا من عند محمد وحيد. نهارك ابيض يا نادين، يبدا بكونراد مشلعك ونقدر نشوفه في مكانه الاساسي عشان نحكم على قدراته، وان شاء الله يقدم مستوى مميز ويكون ورقه رابحه في الماتش وبديله شيكا ومعاه ايشو. بالتوفيق لنادينا ان شاء الله، والمكسب يكون من نصيبنا. محمد اسماعيل، زيزو لا يعوض، ولكن محمد عاطف لاعب ما خدش فرصه، من وجهه نظري لاعب حريف ويقدر يلعب في المكان ده. كونراد مشلاك لاعب الجمهور حكم عليه بدري جدا، ولو لعب في مكانه الاساسي في جهه اليمين هيأدي مستوى كويس جدا. في وجود باك ممتاز زي بنتايج نقدر برضو نلعب بفتوح كجناح. طبعا يعني اراء كلها مميزة، ولكن خليني أكمل معاكم. تامر برضو، صباح الخير يا نادين، مش لك اللي لازم يبدأ مكان زيزو، هتبقى انطلاقة ليه إن شاء الله وفي نفس الوقت مكانه الأصلي. بالتوفيق لنادي الزمالك دايما. علي بيكو، صباح الخير على جمهورنا العظيم، اللي يعوض غياب زيزو هو الأقرب مشلعك، أو ممكن يلعب بشيكابالا الشوط الأول وينزل وينزل مشلعك الشوط الثاني أو العكس. يحيى، مساء الخير عليك يا نادين، منوره قناه نادينا الحبيب. اللي يعوض غياب زيزو محمد عاطف وشيكابالا ينزل تبديل الشوط الثاني، وان شاء الله ناخد الثلاث نقاط. محمد رمضان، صباح الخير، اعتقد ان مشلعك هو الاقرب لتعويض زيزو، وتبقى فرصه ان اللاعب يظهر او يظهر موهبته في فتره غياب زيزو، وان شاء الله يكون السبب في المكسب، وكل التوفيق لنادينا الملكي. حقيقه بشكركم كلكم على ارائكم دي على السوشيال ميديا، في تنوع كبير في الاراء، ومبسوطه جدا ان الجمهور مش عايز يعني يحصر كده مشلعك في حته انه لا هو ما كانش ظاهر بشكل كويس، لا الناس كلها بتتكلم على انه لازم ياخد فرصته ولازم يظهر في عدد دقائق اكتر عشان نقدر نحكم عليه اكتر، ولسه هيكون فيه انسجام. فالحقيقه مبسوطه جدا بالاراء، ومبسوطه بالتنوع اللي موجود في الاراء، وان شاء الله اللي فيه الخير. يعني مستر خوسيه جوميز اكيد هيبقى مركز ان الاصلح ايه لنادي الزمالك، وهيعمله اكيد ان شاء الله. نشوف نادي الزمالك بيلعب بشكل مبهر كالعاده امام سموحه يوم الجمعه القادمه.